أقامت دائرة صحة كركوك احتفالية بمناسبة يوم الصحة العالمي برعاية الدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك وعدد كبير من الكوادر الصحية في كركوك. وثمن الدكتور نجم الدين كريم في كلمة ألقاها بالمناسبة جهود القطاع الصحي في كركوك، مشيرا في الوقت ذاته إلى تنفيذ مشاريع عديدة في المحافظة ساهمت في الارتقاء بالواقع الصحي نحو الأفضل. بحضور الدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك وجمع غفير من الكوادر الصحية، احتفلت مديرية صحة كركوك باليوم العالمي للصحة. وفي كلمة لمحافظ كركوك بالمناسبة قال أن قطاع الصحة في كركوك شهد تطورا كبيرا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. وفي تصريح للقنوات الفضائية الحاضرة في الاحتفالية، أوضح محافظ كركوك بأن لجنة أمنية قد شكلت بشأن إطلاق العيارات النارية التي تشهدها المدينة خلال الحملة الدعائية للانتخابات. يوم يذكر المواطنين بأن هناك قطاع خصي صحي يعملون ليل نهار من أجل خدمة المواطنين، وهؤلاء مثل الجندي المجهول حقيقة، يعني يعملون ليل نهار، وتعرفون يعني الضغط على منتسبي صحة كركوك ربما غير موجود في محافظات أخرى. نحن إضافة إلى كركوك نهتم بالمرضى أو الجرحى القادمين من طوس خرماتو أيضا، فيعني عبئهم ثقيل ولكن أدائهم جيد، ونحن في صدد تطوير القطاع الصحي في كركوك إلى أحسن، وذلك ببناء مراكز صحية مختصة، وعند إتمام بناء المستشفى 500 سرير سوف يؤدي هذا إلى تحسين في الخدمات، وسوف نهتم بموضوع الوقاية والتشخيص المبكر للأمراض. نحن بدأنا بتنفيذ إجراءاتنا وأبلغنا الأجهزة الأمنية باعتقال كل من يقوم بإطلاق ناري في كركوك، لأن هذا شيء غير حضاري ولا مبرر له أبدا، وحدث بعض الاعتقالات، وسوف يصادر الأسلحة التي تؤخذ منهم. مدير عام صحة كركوك أوضح أن قطاع الصحة شهدت انتعاشا وتطورا كبيرين خلال السنوات القليلة الماضية في ظل تواجد محافظ كركوك، وهو الداعم الأكبر لنا خاصة وأنه طبيب. محافظة كركوك تشهد تطورا ملحوظا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا بالدرجة الأولى يعود إلى دعم محافظ كركوك لنا، لأن هو لحسن حظنا هو طبيب ويفتهم مشاكلنا ويقدم لنا دعما كبيرا. صحة كركوك يعني رعاية جيدة زينة، واليوم بهاي المناسبة مناسبة الصحة العالمية نحتفل هنا برعاية الدكتور نجم الدين، نحتفل بالصحة العالمية، وإحنا عدادية التمريض يعني نشوف كل الزينة. قطاع الصحة في كركوك تساهم من خلال عملها الدؤوب في الحد من انتشار الأمراض بشكل عام وتقديم أفضل الخدمات الصحية لأهالي كركوك على حد سواء. ألقرت حسن، فضائية كركوك.